في الحلقة السابقة تحدثنا عن نظام الحكم في مملكة حضرموت، وفي هذه الحلقة سنتحدث عن نظام الحكم في مملكة قتبان. لنبدأ. نظام الحكم في مملكة قتبان. عرفت مملكة قتبان بنظام الحكم الثيوقراطي ونظام الحكم الملكي. ففي فترة الحكم الثيوقراطي كان الحاكم يحمل لقب مكرب قتبان وولد عم، وفي فترة لاحقة أصبح المكرب يحمل لقبا طويلا جدا شبيها باللقب الحميري الإمبراطوري. ومن هؤلاء المكاربة على سبيل المثال المكرب يدع ابن ذيبان، والذي حمل لقب مكرب قتبان وكل ولد عم وأوسان، وكاحد ويافع وتبن وكل أرض يرفى أيسر وأيمن، بكر أنباي وحوكم الأمر القوي مسؤول وكاهن معابد الإله، عم سحار وربيع ريعان رب معبد ضربة. فهذا اللقب الطويل إشارة للمناطق الجغرافية الخاضعة لسيطرة مملكة قتبان، وكذلك الوظائف الدينية والإدارية التي تولاها المكرب يدع ابن ذيبان. ومنذ بداية القرن الرابع قبل الميلاد أخذت مملكة قتبان بالعمل بنظام الحكم الملكي بشكل تدريجي. فلم يتخلى الحاكم عن كافة المهام، بل أشرك بالحكم مجلس قبلي كبير يمثل فيه رؤساء كافة القبائل والمناطق والأقاليم التابعة للمملكة، وكذلك ممثلين عن أصحاب الأراضي الزراعية وعن التجار وعن كافة الفئات الاجتماعية. وبالتالي بأن مملكة قتبان كانت من أوائل الممالك التي قام نظام الحكم فيها على برلمان شمل كافة الفئات الاجتماعية في المملكة، عرف باسم مسود قتبان، وكان يعقد جلساته مرتين كل عام بدعوة من الملك، حيث يتم مناقشة كل ما يتعلق بالمملكة، ومن ثم يقوم الملك بإصدار القوانين المنظمة. وبهذا تصبح القوانين ذات فعالية كبيرة عند تطبيقها، فجميع الأعضاء الممثلين في المجلس هم من يراقب تنفيذ القوانين في المناطق التابعة لهم. كما كان يوجد مجلس استشاري يتكون من الملك والأقيال وأصحاب الأملاك وطائفتين اجتماعيتين عرفتا بالنقوش باسم بتل وفقض. ويحق لهذا المجلس حل المجلس القبلي الآنف الذكر والعفو عن المحكومين بالإعدام. وبهذا كانت الحكومة القتبانية تتكون من الملك والمجلس الاستشاري والمجلس القبلي، وهو ما تفردت به مملكة قتبان عن باقي الممالك الأخرى. تابعونا على حسابنا في إنستغرام. لدعم قناة اليمن العظيم اضغط على سبسكرايب.